إذا قيل لك ما فائدة التوحيد مع قلة العمل الصالح من العبد، فقل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إما أن يكون دخولاً للجنة قد سبق بعذاب لذنوب كانت على العبد فلم يرحمه الله وإنما عذبه بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، وإما أن يكون دخولاً كاملاً غير مسبوق بعذاب إذا لم تكن له ذنوب أو كانت له ذنوب فغفرها الله عز وجل له.